زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها في السنه الرابعه للهجره وكانت زوجه زيد بن حارثه رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني فطلقها زيد ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المراد من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها ابطال عاده التبني والقضاء على هذه العاده الجاهليه مكثت زينب رضي الله عنها عند زيد بن حارثه رضي الله عنه قرابه سنه ثم طلقها فلما انقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب هو الله سبحانه وتعالى فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون اذن قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تفخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات رواه البخاري اولم النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل بزينب بنت جحش رضي الله عنها قال انس رضي الله عنه اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فاشبع الناس خبزا ولحما رواه البخاري